الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. يحتفل ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الأضحى، لكن مظاهر هذا الاحتفال تختلف تماما في غزة والسودان، وتموج المنطقة العربية بأوضاع غير مستقرة من الناحية الأمنية وكذلك الناحية السياسية والاقتصادية، لكن الأوضاع في كل من غزة والسودان تعد الأسوأ مقارنة بالدول العربية الأخرى. يستقبل سكان قطاع غزة وأيضا السودان العيد هذا العام في ظل شعور بالخذلان وبالأسى جراء الحرب الدائرة في تلك البلدين في فلسطين وأيضا في السودان، وعلى الرغم من أن المعاناة والوضع الإنساني الصعب، لكن لم تغب مظاهر استقبال العيد بشكل كامل. طبعا مشاهدينا، أرحب بضيوفنا من الجزائر رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني الدكتور أحمد إبراهيمي، من عمان معنا الباحثة في الشأن السياسي الفلسطيني الدكتورة أريج علي جبر، ومن فيينا الناشطة في المجتمع المدني الأستاذة سهير إدريس. أهلا بجميع ضيوفنا. أبدأ معك دكتورة أريج، شكرا لقبولك الدعوة. عيد أضحى مبارك. بداية كل عام أنت بخير وضيوفك بخير والجميع بخير، ونتمنى أن يكون عيد تحرير وعيد نصر وعيد استقرار لكل من غزة والضفة الغربية وأيضا السودان، فكلاهما يئن تحت ويلات آلة الحرب والقتل والدمار. دعينا نتحدث عن غزة أستاذتي الكريمة، كيف يستقبل أهالي غزة عيد الأضحى هذا العام؟ يعني سأستهل حديثي بأي حال عد يا عيد، يعني هذه المقولة التي أكره أن أرددها دائما، لأن العيد في غزة يعني هذا العيد الثاني الذي يمر ضمن يعني موجات العدوان البربري والنازي على قطاع غزة، الموت والدمار محيط بقطاع غزة من كل ناحية، إضافة إلى أن قطاع غزة الآن شمالا وجنوبا وفي كافة اتجاهات قطاع غزة يئن من شبح المجاعة وشبح المرض والعوز الشديد جراء الظروف اللا إنسانية التي يفرضها الكيان المحتل. ومع ذلك إرادة الحياة وقطاع غزة شعب تليق به الحياة وينبض بالحياة، أصر على أن يحيي الشعائر ويعظمها وأن يعكس بهجة العيد من خلال إحياء السنن وكل ما يتعلق بعيد الأضحى، يعني استقبلوه بصلاة العيد وتلقي التهاني رغم الموت والدمار، وكان هذا دليل على صمود وثبات الأهل في قطاع غزة. قطاع غزة رغم الحصار ورغم ما يحدث فيه يعني من استمرار للتصعيد وللعمليات العسكرية ونقص الإمدادات والمساعدات الإنسانية، إلا أنهم يحاولون أن يصلوا رسالة مفادها أننا باقون وصامدون على هذه الأرض وأن الحياة تليق بنا. نعم. اسمحي لسيدتي أنتقل للدكتور أحمد إبراهيمي من الجزائر. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله سيدي الكريم. اهلا وسهلا بكم وعيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير وعلى سائر الامه ولاهلنا في فلسطين خمسة. شكرا جزيلا. سيد الكريم، يعني هل يتمكن اهالي غزه والسودان من الاحتفال بالعيد رغم الاوضاع الانسانيه الصعبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، تحيه طيبه لك ولكل المشاهدين وللأمة الإسلامية قاطبا وخاصة في فلسطين. ما وددت أن تجمعي ما بين الأمرين، لأن الأمر في فلسطين يختلف عن الأمر في السودان، لأن الأمر في فلسطين ظلم وجور وعدوان سافر على الشعب، أراد يعني
الحياة فاستجاب له القدر هذه المرة وأعطاه حظه في ما يقدمه من الشهداء وما يقدمه من الجرحى وما يقدمه من آلام يوميا لصالح الأمة. فمعركة فلسطين هي معركة تحرير الأمة. أما ما يحدث في السودان فهناك خلاف داخلي سببه الإخوة الذين يعني لم يأبهوا لهذه الأرواح البريئة التي تسقط بسبب خلاف على السلطة أو غيرها. فلهذا نحن اليوم عندما نتكلم عن فلسطين نقول بأنهم هم الأحياء فوق هذه الأرض وهم الذين يستحقون الذكر ويستحقون الحياة اليوم، لأنهم بدمائهم اليوم أناروا درب الأمة وأرجعوا لها الأمل ورسموا بسمة طويلة عريضة على الأمة في وجه هذا المشروع الصهيوني الذي اليوم كشر عن أنيابه وأظهر حقيقته التي تغنى بها لسنوات طويلة بهولوكوسته بكل ما كان يدعي بأنه عانى منه، فإذا به اليوم هو يفعل أكثر مما عانى منه. فلهذا العيد يمر على الأمة الإسلامية اليوم، والأمة الإسلامية كلها اليوم مر عليها اليوم كله مملوء بالقنوط باليأس بعدم الفرحة، لأنه لا نستطيع أن نفرح اليوم نحن كأمة إسلامية ونحن قد وصل يعني التخاذل عندنا إلى ذروته، وصل التخاذل عندنا إلى مستويات عليا. فكيف تفسرين أن 2 مليار اليوم من المسلمين اليوم لا يعبهون لما يحدث لـ 2 مليون اليوم؟ نرى الناس فوق، بالأمس أراهم في عرفات لبيك اللهم لبيك ينادون ربهم بأننا لك لنا جئناك طائعين ملبين. ألم يسمعوا لبيك لأهل غزة ولهذه المناشدات اليومية الذي يدعوننا باسم الإله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل بهذه الأمة التي ترانا ولا تقدم لنا الدعم. فهذا الحاج وهذا المعتمر وهذا الذي أدى أضحيته بالأمس ألم يعلم بأن هذا اليوم هو يوم نبلاء في حد ذاته؟ أن الله ابتلى إبراهيم عليه السلام فلبى إبراهيم نداء ربه عندما استجاب لمولاه عز وجل ففداه الله وأبدله بكبش عظيم. أما كان لنا اليوم أن هذه الأمة تستفيق من هذه الغفلة وتتوجه بأضاحيها وبأموالها وبزكاتها لكي تدعم هذا الشعب الصامد الذي هو يرابط ويقاوم نيابة عن الأمة؟ في الوجه الآخر نرى أن كل الأعداء الذين يمدون الكيان الصهيوني بكل شيء ما تركوا لا سلاحا ولا طائرات ولا دبابات ولا أكلا ولا شربا إلا أمدوه به، وهم الآن يناصرونه رغم أنهم يعلمون بأنه ظالم، رغم أن يعلمون بأنه مجرم ووحشي وقاتل للأطفال والنساء. اليوم أي عيد تتكلمين عنه سيدتي ونحن نعيش في هذا الخذلان، نعيش في هذا الحضيض الذي وصلنا إليه اليوم؟ نرى أمة تبات ولا أحد منا يتحرك ولا أحد منا يقول كلمة حق ويعمل عملا حقيقيا وإنجازا على الأرض. أهل غزة اليوم لا يوجد عندهم لا كباش ولا عجول لكي ينحروهم في سبيل الله، وهم أحق بهذا لأنهم هم الوحيدون على وجه الأرض الذين يستحقون الحياة. هم اليوم الذين يمثلون شرف الأمة، هم الوحيدون الذين يستطيعوا أن يقولوا ويخرجوا للعالم بأننا نحن الرجال، نحن الأسود، نحن الذين نعلم العالم ما معنى النخوة وما معنى الرجل. هذا هو العيد سيدتي بمختصر مفيد حتى أوصل لك الرسالة ولكل من يسمعنا. أكيد يعني كلام مهم، ولكن أيضا الإنسانية لا تتجزأ، هكذا نؤمن جميعنا إن كان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حتى في السودان المنسية الآن واللي المعاناة الإنسانية تزداد تفاقما يوم بعد يوم فيها، أليس كذلك؟ أنا لم أجزئ المشكلة، أنا أردت أن ألفت الانتباه بأن السودانيون اليوم قادرون على أن يوقفوا هذه الحرب. المفروض عليهم أن لا يتقاتلوا اليوم ما دامت هناك معركة كبيرة بين باطن وحق. لماذا يتقاتل السودانيون وهم كلهم مسلمون وكلهم على دين وكلهم إخوة وكلهم دمهم واحد؟ على الأقل كانوا يستحون من الله الواحد الأحد يوقفون القتال يوم العيد في 10 من ذي الحجة، يعني يوم العيد يتقاتل السودانيون. ما هو العذر الذي نستطيع أن نجده إليهم إلا أنهم اليوم يتقاتلون من أجل شيء لا قيمة له؟ ولكن جهادنا في فلسطين وقتالنا في فلسطين اليوم ما بين مشاريع، اليوم ما بين قيم
ستسود العالم، لأن اليوم العالم وصل إلى نهايته، العالم القديم وصل إلى نهايته. نتيجة المعركة التي تدور في غزة ستحدد من يقود العالم، ستحدد القيم التي تقود العالم، سينشأ من خلالها عالم جديد. ونرجو الأمة الإسلامية أن تكون فيه صاحبة مكان وصاحبة قوة. يعني أنا لا أجزي سيدتي أو أقول بأن الإنسان أفضل من الإنسان، في النهاية هي أرواح تزهق بالباطل وتزهق بغير حق، ولكن أنا أردت أن أوصل رسالة لكي لا نجمع بين الأمرين، ونحن في عز المعركة لكي ينتبه الناس بأن هؤلاء يقاتلون ويجاهدون من أجل أمة إعدادها 2 مليار، من أجل إنسانية. معركة غزة اليوم حررت العالم بأكمله، حررته من قيم، حررته من وجوه ظالمة، حررته من كذبة، من رواية كاذبة خيمت أكثر من 100 سنة. اليوم نرى كثير من المكاسب التي حققتها حرب غزة ننتبه إليها اليوم. اليوم حتى أطفال غزة عادوا يقولون لماذا عندما تعلق الأمر بقطة في أحد الدول، قطة وقعت في مأزق، قطة هي حيوان وقعت في مأزق، فاستدعي لها كل الدفاع المدني واستدعي لها كل القوى لكي تنجد القطة. أين هذه المنظمات اليوم من 15,000 طفل يقتلون ويذبحون للدقيقة التي أكلمك بها الآن؟ هناك أطفال سقطوا قبل قليل شهداء. نعم دكتور، شكرا جزيلا لرئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني الدكتور أحمد إبراهيمي على هذه المشاركة. أكيد للحديث بقية. عودة لك دكتورة أريج، يعني عندما نتحدث عن أضحى من دون أضاحي في قطاع غزة، عن حزن تجاوز المدى، وأيضا عن الحرب اللي غيبت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ماذا تقولين لنا وقراءتك لهذا الواقع الحزين اليوم اللي تعيشه غزة؟ اسمحي لي قبل أن أعلق على سؤالك سيدتي أن أثني على ما قلتيه قبل قليل فيما يتعلق بالسودان وغزة، فكلاهما يئن بغض النظر عن طبيعة ونوع العدو، كلاهما يعيش أوضاع يعني مأساوية، كلاهما يرزح تحت الجوع والفقر والتهجير وغيرها من الأمور، فلا بد النظر إلى يعني إلى كفتي الميزان، أحدها غزة والأخرى السودان. بغض النظر عن أن السودان هناك تناحر داخلي، تناحر على السلطة، ولكن الضحية سواء في السودان وسواء في قطاع غزة الضحية هم المدنيين. فالإنسانية إذا ما نظرنا بميزان الإنسانية فإنهما في حالة من التساوي بغض النظر عن نوع العدو. من يقتل هم المدنيين بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الجنسية. فيجب أن ننظر بتساوي بأن كلاهما يحتاج إلى يعني إلى نوع من التعامل الإنساني والنظرة الإنسانية والتداعي لوقف آلة العدوان بغض النظر كما قلت لك عن طبيعة العدو ومن يمارس أشكال الحرب على سواء كان على قطاع غزة أو على السودان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيما يتعلق بقطاع غزة، قطاع غزة نعم يعني هو حرم من مظاهر العيد، حرم من الأضاحي، ولكنه أحيا أهم الفرائض يعني التي بدأت تتآكل بمرور الزمن، أحيا فريضة الجهاد وأعاد لنا كرامة الأمة كما ذكر ضيفك السابق. يعني الأهل في قطاع غزة والمدنيين أجمع الآن ملتفون على أن الهدف يفوق هدف فرحة العيد، الهدف هو التحرير وقيام دولة فلسطين والتخلص من هذا الكيان الذي تربى مدة 76 عام داخل فلسطين وعلى أراضي فلسطين. الآن ما يقوم به الأهالي في قطاع غزة هو التضحية بالنيابة عن كافة الأمة، لأن الأمة يعني واسمحي لي أن يعني أن أعلق وأعقب أنه يقول أن الأمة لبت نداء الله وذهبت إلى الحج، فلماذا لم يلبوا نداء غزة؟ هناك فرق ما بين الشعوب وما بين الأنظمة السياسية. فالأمة كافة والإنسانية جمعاء أجمعت أن غزة بحاجة لمن ينقضها ويستمع نداءها ويقول لها لبيك يا غزة، ولكن الإرادة السياسية كبلت تلك الأصوات الشعبية وكبلت الأمم وقيدت من مسار تلبية النداء. قطاع غزة يعني بالفعل يعني يحتاج إلى كافة أشكال العمل العربي والعالمي من أجل وقف العدوان.
ومع ذلك يعني شاهدنا أن قطاع غزة أمس واليوم يعني يحاولون صناعة الفرح، يحاولون صناعة مشاهد للحياة في ظل هذه الظروف. يعني نجد أن الكيان المحتل بدأ يحاول عزل وزيادة الصراع في داخل قطاع غزة. اليوم هناك استباحة كاملة لمعبر رفح، هناك حرق لمباني المعبر، وأيضا تحويل المساجد الموجودة في منطقة المعبر إلى مطابخ لإطعام جنود الاحتلال. هذا يعني أن الكيان المحتل يريد أن يصل رسالة ردا على الرسالة التي قام بها أهالي قطاع غزة احتفالا وابتهاجا وتعظيما لشعائر الله بالعيد، بأننا باقون في هذا القطاع وسنقوم بخنقه زيادة على ما هو فيه، سنقوم بفرض يعني أدوار وأنواع أخرى من الصراع تتمثل بتقييد الحركة والتجوال داخل قطاع غزة وخارجه، بالإضافة إلى أن العمليات العسكرية ستستمر ولكن بدموية أكثر وبمشاهد أكثر عنفية مما كانت عليها. يعني أول أيام عيد الأضحى المبارك وكانت هناك عمليات وقصف يعني ضد المدنيين في غزة. اسمحي لي سيدتي أذهب إلى فيينا، معي من هناك الناشطة في المجتمع المدني الأستاذة سهير إدريس. أهلا وسهلا أستاذة سهير، شكرا لقبولك الدعوة. يستقبل أهالي السودان عيد الأضحى هذا العام في ظل أوضاع إنسانية صعبة بسبب الحرب الممتدة منذ أكثر من عام. أريد أن أسمع منك سيدتي عن أوضاع أهل السودان في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك. أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لكم على الاستضافة. أهلا بك. ونحن كسودانيين تربطنا بالمغرب وأهله صلة محبة وود. العيد حقيقة في السودان بأي حال عدت يا عيده بما مضى أم بأمر فيك تجديده. حقيقة عيدنا هذا العام للسودانيين داخل وخارج السودان، ونحن نمر بأسوأ الظروف وأسوأ الأحوال، والشعب السوداني يعاني من ولاة الحرب، من قتل وتشريد ولجوء ونزوح في كل دول الجوار، وخصوصا النساء والأطفال. نفتقد اليوم حقيقة احتفالنا بالعيد وسط أهلنا ولمة أحبابنا وفرحتنا وفرحة أطفالنا وانتشارهم في كل المدن والغرى وضحكاتهم مهنيين بعضهم البعض وتبتسم وجوههم. كانوا بيلبسوا أجمل الثياب، وكانت أصوات التكبيرات تعلو في المساجد وسط تبريكات أهلنا. يا لها من ذكريات، ولكن اليوم عيدنا والحرب قتلت فينا صراحة الفرحة تماما في السودان، وصوت الرصاص والغنابل الآن يعلو سماء الخرطوم، وأصبح عويل الأمهات وصراخ الأطفال اليوم هو الصوت الطاغي حقيقة في كل مدن الخرطوم، وأنين وأهات المرضى أصبحت صوتها مسموع، وأصبحت ملابس العيد حقيقة أطفال لأطفالنا ولشبابنا يلفون حول يلتفون بها ويدفنون في شوارع الخرطوم، وأصبحت جثث القتلى ورائحة الموت حقيقة تملأ شوارع الخرطوم وتسكن أنوفنا حقيقة. أصبحنا نطلب كل دول الجوار ونبحث عن مأوى وملجأ من أجل الأمن والسلام، ولكن أملنا إن شاء الله وبإذن الله كبير في أن يعود السودان كما كان، ويعود العيد عيدين بإذن الله، وأن يعم السلام والأمان كل أطراف البلاد. وحقيقة الشعب السوداني بيستحق بدعاء أهله وعزم رجال، يستحق الفرح ويستحق الأمان ويستحق السلام، وترفرف حمائم السلام بين غزة ودمشق والسودان والخرطوم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. يعني أستاذة سهير حقيقة يعني تأثرنا بكلماتك هذه، خاصة مع الهجرة والنزوح. يعني المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ذكرت أنه عدد النازحين السودانيين بلغ نحو 10 ملايين نازح داخليا يعني في جميع ولايات السودان،
و2.8 مليون قبل حرب 2023 أبريل 2023، وأيضا 7 ملايين تقريبا بعد اندلاع الحرب. وهذه المنظمة أيضا أشارت إلى أنه أكثر من نصف النازحين داخليا هم من النساء، وأكثر من ربعهم من الأطفال دون سن الخامسة. ولكن حسب تقارير أنه على الرغم من صعوبة الوضع يرفض السودانيون الاستسلام لواقعهم الحالي، ويحاولون الاحتفال بالعيد بدءا من إداء صلاة العيد حتى ذبح الأضاحي. هل هذا صحيح؟ طبعا لمن يتمكن، لمن يتمكن من تحمل تكلفتها بشكل أكيد. حقيقة في مدن آمنة، الخرطوم طبعا أكيد لا، لأنها تقريبا أصبحت مدينة أشباح، ولكن المدن مثل بورسودان وبعض المدن الطرفية يتم الاحتفال من أجل الأطفال ومن أجل استقرار حالتهم النفسية، ولكن الذبائح قليلة بمقارنة بالسنة الفاتت، لأن الظروف المالية، الظروف المعيشية أصبحت صعبة في السودان بسبب الحرب، وأصبحت الخراف ذاته بتحتاج لمصدر دخل كبير، وأصبح النزوح هو ديدن الشعب السوداني، وأصبح الفرح ناقص. أصبح قليل بالنسبة للشعب السوداني. يعني العنف والمشاكل الاقتصادية تشوب أجواء الاحتفالات في السودان اليوم. أكيد. أكيد. خاصة لهؤلاء اللي يعني هجروا، وأيضا اللي لجأوا إلى دول الجوار. أنا ما أعتقد إنه الناس اللي لجأوا لدول الجوار بيقدروا يأمنوا احتفال، يعني يقدروا يفرحوا بالعيد لكن ما يقدروا يأمنوا أضحية للأعياد. لأنه الدخل أصبحت الإعانات بتأتي من الخارج، الأسر نحن بندعم أهلنا في الخارج في داخل السودان وفي في 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 المدن الجوار بندعمهم، نحن بندعمهم من أجل لقمة العيش والإيجار والسكن فقط، لكن ما أعتقد بتسمح الظروف للجميع بأنهم يقدروا يضحوا وكذا، إلا بعض الأشخاص ظروفهم المالية بتسمح. وبعد كده غالبية الشعب السوداني في الخارج بيصروا على أنه مش تكون في أضحية، بل تكون في دعم مادي للأسر عشان تستطيع تأكل وتشرب فقط لتأمين مصادر الدخل المعيشية، الفطور والغداء والعشاء وكذا، لكن ما أعتقد أنه في إمكانية للضبائح وكذا، ما عدا القليل جدا من الشعب السوداني في هذه الظروف بمر بها الوطن. نعم، اسمحي لي سيدتي أعود للدكتورة أريج. دكتورة أريج، يعني عندما نتحدث عن العيد وتمسك الناس طبعا أيضا في فلسطين بالاحتفال ولو نسبيا تحديا للواقع الصعب اللي يعيشونه، ما سر هذا التمسك؟ سيدتي بس اسمحي لي أن أضيف الضيفة إذا سمحتي لي فيما يتعلق بالسودان، يعني وقالت ذكرت معلومة لكن أنا أريد أن أوضح تلك المعلومة بأن عدد الخراف قليل جدا بالسودان، هناك يعني أسلوب أصبح أسلوب حرب مستخدم داخل السودان، وهو إضرام النار والحرائق في كافة الأراضي الزراعية وفي حضائر الأنعام والبهائم، مما يعني استهداف لمظاهر الحياة، يعني هذا ما يؤكد على صحة المعلومة التي قالتها بأن هناك قلة وذلك بهدف استهداف متعمد من كلا الطرفين بالإضرار بالمصالح الخاصة بالمواطنين، مما يعني أن السودان التي كانت سلة للثروات الطبيعية والمواشي والتي تقوم بتصدير يعني المواشي بشكل متكرر منها، أصبحت الآن يعني تفتقد لأهم المقومات الحياتية وخاصة المقومات الزراعية والثروة الحيوانية. نعم، هذا فيما يتعلق بما قالته ضيفتك. نعم. ويعني يعني بصراحة ما قالته يعني يبكي القلوب. نعم. وعلى فكرة دكتورة أريج، يعني دموع الأستاذة سهير غالية علينا، نحن شفناها قبل قليل، ويعني المأساة واحدة، ربما تكون الأسباب مختلفة، ولكن المعاناة الإنسانية هي معاناة متشابهة إلى حد كبير. تفضلي يا دكتور. فيما يتعلق باللاجئين من السودان إلى دول الجوار، هم فارين من آلة الموت، هم فارين بحثاً عن الحياة ولا يبحثون عن مظاهر حياة، هم فقط يريدون الأمن والسلام لأطفالهم ولعوائلهم دون البحث عن فرح بالعيد ودون البحث عن ذبائح وأضحيات وغيرها، هم يريدون فقط التخلص من الموت. وهذا المشهد ليس بعيداً عما يحدث في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية، في
في الضفة الغربية المشهد هناك حرب صامتة أيضا يعني تدور رحاها داخل الضفة الغربية ولم تحظى بذات الضجيج الذي تحظى به العدوان على قطاع غزة. صحيح. نعم يعني نحن نشاهد المداهمات والإغلاقات ما حل بمحافظة جنين ومخيمها يوم الخميس الماضي من تنكيل وتجريف ودمار، يعني هو يتشابه إلى حد ما مع ما يحدث في قطاع غزة ولكن وعلى ما يبدو دكتورة أريج لا حرمة لهذه المناسبات الدينية مع الأسف الشديد، يعني حتى في المسجد الأقصى عدد المصلين لم يكن بالعدد الكبير هذا العام. نعم نعم هناك تقييد واضح يعني ومنع، يعني هذا الموضوع كان قد عمل عليه الكيان المحتل ما قبل شهر رمضان المبارك، حاولوا منع المصلين من إحياء شعائر شهر رمضان سواء صلاة التراويح أو صلاة الفجر وإحياء الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هذا نهج متبع من قبل الكيان المحتل. لذلك إذا يا سيدتي يعني كنت وأنت أنا أدرك وأعي تماما مدى إطلاعك على الموضوع، عندما بدأوا بالعدوان على قطاع غزة بدأوا بالمساجد وبدأوا بالمدارس وبدأوا في كل ما يتعلق ببناء عقيدة لدى الأطفال ولدى المدنيين في قطاع غزة، هم يستهدفون العقيدة والإنسان معا. نعم. يعني فلذلك نعم. يعني نعم كان المشهد أمس حزينا في الأقصى، يعني العدد يكاد يكون ربع ما يقومون بتأدية نعم. صلاة العيد نعم. ومع ذلك يعني ما يحدث في قطاع غزة أمس يعني طلعنا المستوى السياسي الإسرائيلي بأن هناك سيكون إيقاف مؤقت للعمليات العسكرية منذ الصباح وحتى المساء للتمكن من إدخال المساعدات لنحو جنوب قطاع غزة، ولكن سريعا ما عاد المستوى العسكري بالإعلان على أن هذا الأمر مرفوضا من المستوى السياسي ولكن بديباجة أكثر دبلوماسية لعدم الكشف عن كمية التناحر ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري وأن العمليات العسكرية مستمرة داخل قطاع غزة وهناك تقنين واضح جدا لإيصال المساعدات. مجموع المساعدات التي دخلت قطاع غزة الأسبوع الماضي 224 شاحنة، مع العلم أن حاجة القطاع يوميا تتجاوز 800 شاحنة من المساعدات والإعانات يعني عذرا دكتورة أريج، يعني على الرغم من التحذيرات بأنه يعني هناك مجاعة حقيقية، يعني منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه الكثير من سكان القطاع يتعرضون إلى مستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة. 32 حالة وفاة نتيجة الجوع، 28 حالة وفاة منها لأطفال داخل قطاع غزة، 1600 طفل يعانون من يعني ينتظرون دورهم فقط للموت، هناك يعني مجاعة شديدة لديهم وهناك سوء تغذية وخيم كما يتم التعبير عنه من قبل الأطباء، سوء تغذية، نقص الطبابة والعلاج والإمدادات الطبية. كما قلت لك المتلازمة داخل قطاع غزة متلازمة جوع ومرض، وحتى المياه مفقودة داخل قطاع غزة، يعني المياه الصالحة للشرب مفقودة، يعني الحصة من المياه يعني تكاد تكون شبه منعدمة لقطاع غزة وخاصة مناطق شمال قطاع غزة، يعني المشهد في شمال قطاع غزة عاد لأن يكون أكثر إيلاما مما كان على سابقه. ولكن ما يواسينا ويعزينا بأن المقاومة خلال يعني اليوم الأول للعيد وخلال اليوم كانت قادرة على إيقاع يعني من خلال كمائن وعمليات عسكرية مركبة إيقاع عدد كبير من الخسائر وحجم كبير من الخسائر بالكيان المحتل، وأنها ضاغطة على هذا الكيان بشكل أدى إلى تكتيت وتفكيك كابينات الحرب وأيضا أدى إلى تصاعد حمى الصراع ما بين المستويين السياسي والعسكري والأمني في الكيان المحتل. نعم. اسمحي لي سيدتي أعود للأستاذة سهير دريس، يعني أنتم كسودانيين سيدتي الكريمة في الخارج كيف تنظرون إلى هذه المعاناة الإنسانية تحديدا في عيد الأضحى المبارك حيث يعني يكثر الخير وتكثر التبرعات والمساعدات لكل من يحتاجها؟ في الحقيقة حابة بس أعقب على كلام الأخت العزيزة من غزة.
حقيقة زي ما ذكرت السودان هو سلة غذاء العالم، وكانت كل المواشي تصدر من السودان في عيد الأضحية لدول الجوار، ولكن الآن أصبح الوضع سيء جدا في السودان، وأصبحت الحرب مقصودة داخل السودان، يعني في تشويش إعلامي على السودان وما يحدث داخل السودان. يعني كل الإعلام الغربي وحتى الإعلام العربي يسكت يعني بغصت عن ما يحدث داخل السودان. الآن في السودان تحصل إبادات جماعية لقرى كاملة داخل السودان، ويحصل أيضا قتل للأطفال داخل السودان، وفي إبادات جماعية فعلا، ولكن بتسكت عنها الإعلام. يعني أنت تقصدين أستاذة سهير أنه الأزمة السودانية مغيبة عن الإعلام اليوم؟ مغيبة تماما عن الإعلام، وبغصد حقيقة، بغصد عن الإعلام. فالشعب السوداني الآن، ونحن جاوب على سؤالك، نحن في الخارج صراحة كلنا عندنا جمعيات بندعم أسرنا، بالإضافة للدعم في برضو مشاكل بتاعت مياه، ومشاكل بتاعت تغذية، ومشاكل بتاعت أكل وطعام، وفي فعلا بداية بتاعت مجاعة. فنحن كل السودانيين بالخارج عندهم مبادرات لدعم السودانيين في الخارج وفي دول الجوار أيضا، وعندنا كم مبادرة قامت بدعم الأطفال والعلاج والمرضى يعني لكن على ما يبدو تبقى شحيحة في ظل الاحتياجات الملحة اليوم. الشعب السوداني، الأراضي السودانية كبيرة مقارنة بدول الجوار، وبالتالي السكان، عدد السكان وعدد المساعدات ما في توافق بينهم الاثنين، وبالتالي تظل الحوجة لسه محتاجين، الشعب السوداني لسه محتاج الدعم ومحتاج العلاج والدواء والغذاء نعم. دكتورة أريج، يعني كما ذكرت ضيفتنا، يعني كأنه يعني يتعمد الإعلام والصحافة يعني الحديث عن الأزمة السودانية، وإن تحدث عنها فبشكل خجول. هل تعتقدين أنه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني اليوم هي من غطى على تلك الأزمة؟ سيدتي، يعني كلاهما أحداث يعني ومصاب جلل يعني للأمة العربية والأمة الإسلامية. فما يحدث في قطاع غزة كما ذكرت لك هو يتشابه تماما مع ما يحدث في السودان. يعني ما يحدث في السودان هي جرائم حرب وجرائم إبادة ممنهجة، وواضح أنها أيضا كانت مدروسة وتمارس بحرفية عالية على السودان بكافة مدنها. ما يحدث في السودان، لا، هناك تغييب، يعني التغييب يعني لأن الصراع صراعا داخليا، يحاولون يعني التركيز على الضفة الغربية وعلى قطاع غزة، لأن بوصف الكيان المحتل هو عدو مشترك لكافة الدول العربية، بقدر ما أن الصراع في داخل السودان هو صراع داخلي ما بين طائفتين يعني وقوى معارضة، فهو يحتاج إلى عقلاء وحكماء لحل هذا الصراع. ولكن ما أدى إلى تطور المشهد وإلى تغييب الصورة مما يحدث في السودان بوضوح، يعني ما أدى إلى هذا التغييب، هو فقط أن هناك أذرع غربية وأذرع خفية بدأت تدعم ما يحدث في السودان، وتدعم ماكينة الحرب، وتدعم يعني المزيد من فرض الظروف المأساوية على المدنيين في السودان. السودان أيضا يعني هذا التغييب، يعني كما قلت لك، تغييب متعمد وليس بفعل أحداث الضفة الغربية أو قطاع غزة. نعم، أنا أثني وأؤكد على ما قالته، تغييب متعمد. هناك محاولة يعني لتهميش هذا الحدث لتحقيق الأهداف المرادة، سواء كانت للأطراف المتناحرة داخل السودان وحتى للقوى الغربية التي تدخلت بشكل سافر وبشكل خفي فيما يحدث في قطاع غزة، في السودان. إضافة لذلك، الأوضاع في السودان، يعني نعم هناك مساعدات تصل للسودان، ولكن تعاني من نفس ما تعاني قطاع غزة. المساعدات التي تصل
شحيحة، بالإضافة إلى أن هناك سوء توزيع، لأن يعني الطرق والإمدادات ووصول الإعانات يعني يواجه شيء حزين ومؤلم أن يمر هذا العيد بهذه الصورة الصعبة. اسمحي لي سيدتي وأيضا أستاذة سهير، نتابع هذه التكبيرات ثم نعود. أستاذتي العزيزة أستاذة سهير إدريس، يعني هل يمثل تمسك السودانيين بالاحتفال تحديا للواقع الصعب الذي يعيشونه؟ أكيد أكيد الشعب السوداني بيتحدى الظروف الظروف اللي بيمر بها السودان الآن من حرب ومن تشريد، وبيحاول يصنع فرحة من أجل سودان جديد بإذن الله، ومن أجل أطفالنا، ومن أجل أن يعود السودان مرة أخرى كما كان، يعم السلام ويعم الأمن والأمان ويرجع السودان كما كان بإذن الله. نأمل ذلك. شكرا جزيلا لك من فيينا الناشطة في المجتمع المدني الأستاذة سهير إدريس، أكيد للحديث بقية شرفتينا اليوم ونسمع أخبار طيبة بشأن السودان والشعب السوداني الذي كما ذكرتي يستحق الحياة. أعود لدكتورة أريج. دكتورة أريج، يعني هذا العام يأتي عيد الأضحى، حزين حقيقة على قلوبنا جميعا، ليس فقط أهالي غزة أو الضفة أو كل الشعوب المضطهدة والمظلومة حقيقة اللي تشهد دولها صراعات وحروب، ولكن يبقى هناك تمسك حتى بأمل جديد، يبقى هناك هذا الشهر يذكرنا بالتضحية والفداء والصبر والتحمل والتكافل بين الناس حتى يكون ما يجري ربما درس نستفيد منه. بالتأكيد يعني عيد الأضحى هو معروف بأنه عيد الفداء، يعني ويعني كلنا نعرف وندرك قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهذا الذبح العظيم. يعني نعم
إذا ما استحضرنا هذه القصة وقمنا بإسقاطها على ما يحدث في الدول العربية، يعني الدول العربية كافة جميعها حتى وإن لم تكن تشهد العدوان، يعني نحن نتمنى السلام الدائم والأمن الدائم لكل الدول العربية وأن تبقى في 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 خيرها وفي عزها يعني. لكن يعني جميع الدول العربية تعاني من أنظمتها السياسية، تواجه الأمرين وتعاني من ظروف قهرية. ولكن إذا ما أسقطنا الوضع تحديدا على ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث في السودان، يعني هناك من يضحي، هناك من تبرع وتطوع لأن يكون في مواجهة العدوان، سواء كان عدوانا سياسيا أو عدوانا من كيان محتل. هناك من يعني افتدى بنفسه لأن يكون يعني كبش فداء لأجل أمة، لأجل استقرار السودان، لأجل استقرار غزة، لأجل تحرير فلسطين. لا فرق بما يحدث، يعني سواء كما قلنا في قطاع غزة أو في السودان، كلاهما يعني بحاجة للعمل المقاوم، للعمل النشيط من أجل الاستقرار والعودة للسلام في كل من قطاع غزة وفي نعم. السودان. نعم. دكتور أريج، يعني الأمم المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تذكر أنه عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى 1.7 مليون شخص، يعني أكثر من 75% من مجمل عدد سكان القطاع. نتحدث عن جزء كبير يعني الآن يسكنون في مراكز الإيواء التي استهدفت ودمرت، وأيضا يسكنون في الخيام الآن. ومع ذلك هناك تمسك بعاداتنا وتقاليدنا، ورأينا العديد من الصور لنساء، والصورة خلفي معبرة السيدات الفلسطينيات رغم كل هذه المآسي يصنعون كعك العيد، وهذا يعني واضح إصرار للتشبث بالحياة ولاستمرار الحياة رغم كل الصعاب. نعم، يعني بصراحة عندما نستعرض هذه المشاهد يعني نعلم أن العزم كبير جدا، وأن القوة والثبات الداخلي لدى أهل قطاع غزة كبير جدا. بالعكس، هو يمنحنا طاقة إيجابية لأن هذا القطاع سيعود للحياة، وستعود الحياة للقطاع مجددا رغم كل ما فيه من دمار، رغم الدمار الذي بلغ 90% من قطاع غزة. سيدتي، الحديث عن مؤسسات الأمم المتحدة كافة على اختلاف أنواعها الإغاثية والسياسية والحقوقية هو حديث مؤلم، لأنها يعني مؤسسات أصبحت شاهد عيان على الكوارث التي تحدث داخل قطاع غزة. ما يحدث في داخل قطاع غزة، 8 موجات نزوح من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب، ومن ثم إلى الوسط والشمال، واستهداف على الدوام. لا منطقة آمنة داخل قطاع غزة، هناك موجات نزوح متكررة، وذلك بفعل الاستهدافات المتكررة للخيام، للمراكز الإيواء، لمدارس اللاجئين أو مدارس الأنوروا الموجودة في قطاع غزة التي يلجأ لها النازحون خشية من آلة الموت. دكتور، نعم، عذرا المقاطعة دكتورة أريج، لابد أن نذكر الصورة يعني المؤلمة أيضا للمساجد التي دمرت. نعم. وهي مساجد يعني من المفروض، يعني شاهدنا كيف أنه صلاة العيد يعني كانت على ركام المساجد التي دمرها جيش الاحتلال، وهذه بقمة القسوة حقيقة، خاصة أنها دور عبادة. يعني بكل تأكيد، وهذا أنا ما تحدثت به قبل قليل، يعني تقريبا 400 مسجد دمرت بالكامل داخل قطاع غزة. هناك استهداف كان، وتحدثت به على النحو التالي، أن هناك كان استهدافا منذ اللحظات الأولى للعدوان لدور العبادة والمساجد، ومن ثم المدارس، ومن ثم المستشفيات. تحديدا المدارس والمساجد كان هدفها هو وئد وإفناء كل ما يتعلق بترسيخ عقيدة جهادية، بترسيخ أفكار المقاومة وأفكار الحق لدى أبناء قطاع غزة. هذا يعني وكأنه يمنعون عن الناس التعليم وأداء مناسكهم وعباداتهم. نعم، وهذا حق مكفول مفروض، يعني هو حق مكفول، ولكن من سيكفل هذا الحق؟ إذا كانت مؤسسات الأمم المتحدة على اختلاف أنواعها بما فيها المحكمتين الجنائية ومحكمة العدل الدولية، كلاهما تواطأ وأصدر قرارات ضعيفة وهزلية لا ترقى لمستوى الحدث في قطاع غزة، لا ترقى لمستوى
عدد الشهداء وعداد الموت داخل قطاع غزة. يعني هذا الاستهداف متعمد للتجهيل، للتركيع، لإخضاع قطاع غزة، ولكن المشاهد الصادرة من قطاع غزة على الدوام تؤكد لنا أن هذا الشعب صامد وثابت وراسخ كما رسوخ الزيتون. نعم. يعني ثابت وباقي، مشاهد تعج بالحياة وتنبض بالحياة رغم الموت. يعني هم شعب يصر على قهر هذا العدو بكل الإمكانيات المتاحة، المقاومة في الميدان. يعني نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. دكتورة أريج، ودعينا هنا نذكر يعني الفئة الأكثر تضررا، وهي عائلات وأسر الشهداء والأسرى أيضا. يعني هم من يستحقون أن نذكرهم اليوم، خاصة مع يعني عدم وجود الأخ أو الابن أو الابنة أو الزوجة أو الزوج، وبالتالي يعني يكون الحزن أصعب بكثير مع الفقد. لا يوجد عائلة في قطاع غزة لا يوجد فيها شهيد، ولا يوجد فيها جريح، ولا يوجد يعني أو بقيت في مكانها وفي منازلها. الجميع مهجر ونازح وغادر منزله مثقلا بالآلام، مكبلا بويلات الفقد وما يعانيه الأمرين من الانتقال من منزله الذي أفنى عمره لبناء هذا المنزل ودمره مرارا وتكرارا الكيان المحتل بغطرسته وعدوانه. قطاع غزة بالكامل يعني ما يعانيه أي مدني في قطاع غزة يعانيه باقي المدنيين في قطاع غزة. في كل بيوت قطاع غزة شهداء وجرحى ومفقودين وتحت الركام، وهذا ليس بعيدا يعني عن المشهد في الضفة الغربية. جميع العوائل في الضفة الغربية لديها شهداء ولديها أسرى، نحو 1,000,000 أسير فلسطيني منذ عام 1967 وحتى الراهن في الضفة الغربية. يعني الكيان المحتل، نحن نقول كيان نازي بربري لا يفهم معنى للإنسانية، ولا يفهم أن هناك طفل أو امرأة أو مدني غير مقاتل. هو يوجه يعني بمنتهى الغباء، يوجه ذات الحرب والآلة العسكرية نحو المدنيين، لعل وعسى أن تكون هذه الحاضنة الشعبية هي سبب لإركاع وإخضاع. نعم. المقاومة وتسليمهم. نعم، ولابد اليوم أيضا حتى لا ننسى أحد، يعني نذكر بأنه هناك عوائل المفقودين في الدول العربية، يعني إن كان في الجزائر وكذلك عوائل وسوريا، وأيضا عوائل وزوجات المعتقلين السياسيين في تونس وغيرها الكثير، قصص كثيرة يندى لها الجبين حقيقة. يعني نحييهم ونبارك لهم هذا العيد، ونتمنى أن يتم الإفراج عن كل أحبابهم وكل المعتقلين. نعم صحيح. يعني ما تعانيه، يعني أنا قبل قليل قلت أن ما تعانيه غزة والسودان يعانوا من آلة حرب مباشرة، ولكن الدول العربية كافة تعاني من ويلات أخرى، ويلات صامتة تتعلق بالأنظمة السياسية والتعاطي السياسي، الاعتقالات، التغييب القسري، لا تكفي تكميم الأفواه. نعم، التغييب القسري نتيجة تكميم الأفواه، محاولة يعني كل من يقول لا ويعارض أي سياسة معينة يحاول إقصاؤه، ولكن هذا الإقصاء إقصاء لا إنساني. هناك مفقودين، الدول العربية كافة تعاني من ذات الأوضاع، العراق، مصر، اليمن، السودان، كل الدول العربية. لكن يعني ما يهم الحديث عنه الآن، رغم ما تعانيه كل الأمة العربية والدول العربية والوطن العربي أجمع، ما يعانيه من قصور سياسي لدى الأنظمة السياسية، ما يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين وخاصة بعد 7 أكتوبر، يعني لربما خلق صحوة لدى الشعوب العربية. على الأقل هناك ما يجب أن نلتقي حوله ونلتف حوله. هناك يعني عدو، هذا العدو تغلغل حتى وصل النخاع فينا، فأحيا فينا يعني طوفان الأقصى، أحيا فينا ضرورة مناهضة هذا العدو، أحيا فينا حتى بقايا الإنسانية التي اختزلوها منا.
وعلم العالم درس، علم العالم معنى الحرية اللي يبحث عنها حقيقة شعوب العالم التي تستحق الحرية وأن تعيش بسلام. جزيل الشكر لك سيدتي الكريمة الأستاذة أريج علي جبر، كنت معنا من عمان أكيد للحديث بقية. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، نحبكم بلا حدود، إلى اللقاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم.